مرعش البطلة، تاريخ عمره 2000 سنة قبل الميلاد، فتحها الصحابي القائد خالد بن الوليد، ويعتقد أن فيها مغارة أصحاب الكهف الوارد ذكرهم في القرآن. كهرمان مرعش، أكثر المناطق التركية تضرراً جراء الزلزال المدمر. المدينة المطلة على البحر المتوسط والغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، كانت دائماً مركز صراع بين الحضارات، استوطنها الإنسان لأول مرة قبل الميلاد ب2000 سنة في الحضارة الحيثية، ثم أصبحت عاصمة للملكة جورجوم حتى سنة 700 قبل الميلاد. خضعت بعدها لحكم الآشوريين، اعتمدوها طريقاً تجارياً ربط دولتهم بالأناضول. حكمت كهرمان مرعش دول عديدة حتى سيطر عليها البيزنطيون نهاية القرن الرابع، وكانت تسمى ماراسيون. عام 637 فتحها خالد بن الوليد، لكنها ظلت محل صدام مع البيزنطيين، فأعيد بناؤها مراراً خلال حكم المسلمين، وفي 1097 سقطت مجدداً بيد الصليبيين، ولم يسترجعها المسلمون إلا عام 1339. في فبراير عام 1919 احتل الإنجليز المدينة، ثم تخلوا عنها لصالح الفرنسيين الذين دخلوها في أكتوبر، لكن سكانها فجروا مقاومة مسلحة ضد القوات الغازية وحرروها بالكامل في 12 من فبراير عام 1920، لتكون أول مدينة تركية تدحر الاحتلال. في إبريل عام 1925 غيرت الدولة التركية اسمها إلى مرعش، وهو مشتق من الاسم الحيثي للمدينة ماركاس، وفي 1973 أضيف إليها لفظ كهرمان أي البطل، فصار الاسم مرعش البطلة تقديراً لشجاعتها المشرفة في حرب التحرير.